مسا الورد. الحقيقة أنا مش ببالغ، بس أنا بقابل دكاترة كتير بره وجوه البروجرام، لكن هو ده الجراح الوحيد اللي لما اتكلم عن حاجة قلت عنها دي حاجة سحرية حقيقي، وهو من الشجاعة والتمكن اللي هو قد يكون، عشان نخلي كلمة قد يكون، من النادرين في مصر والوطن العربي اللي بيعملوا العملية السحرية دي. عملية إيه؟ جراحة غيرت من معايير جراحات السمنة كلها، لأنها بأقل فتحات، بأقل جروح، بأقل ألم عن غيرها من الجراحات. عملية سحرية لأول مرة في مصر والوطن العربي، جراحة التكميم السري أو السري اللي هنتكلم عنه النهاردة مع دكتوري اللي منورني، دكتور وليد إبراهيم. أهلا وسهلا. أنت ساحر وجريء ومتمكن، لأنك واحد تعمل إيه غير الخبرة والعلم؟ أعتقد أنك بتهتم بأدق التفاصيل اللي أنا عايز الجمهور يسمعها منك. هو كانت فكرة التكميم أو عمليات تحويل المسار اللي كان بيقلق الناس دايما قصة الجروح، وإن الجروح لما بتبقى كتيرة هو الجلد هو الجزء الحساس في جسمنا، فإلى حد ما بيبقى فيه نوع من أنواع الألم فيما بعد العملية. فكانت كل التجارب على يعني كل الأبحاث على مستوى العالم هم بيحاولوا يعملوا العمليات سكارلس أوبريشن من غير ما يبقى فيه جروح، وكان فيه محاولات شتى إن يتعمل تكميم معدة وتحويل مسار عن طريق منظار البق. منظار البق، الأبر جي آي إندوسكوبي، اللي هو منظار المعدة من الفم، وبقت بالفشل. ما قدروش يدبسوا المعدة أو يقدروا يعملوا تكميم عن طريق فتحة البق، عن طريق منظار البق. نعم. فكان البديل إن يبقى فيه حاجة تانية تتعمل بيها العملية من غير ما يبقى فيه جروح. لغاية لما التقنية بتاعت التكميم السري، التقنية دي ظهرت في أمريكا، وبقالها 10 سنين تقريبا في أمريكا. من السرة. هو ديجا كده. السرة جرح طبيعي من عند ربنا، لأن السرة جرح طبيعي. فلو فتحنا عن طريق السرة بآلة معينة بنخش بيها عن طريق السرة، نقدر نعمل بيها العملية متكاملة. وهو ده كان التكميم السري، وده كان محتاج إن احنا نعمل بيه توعية أكتر للناس، لأن هو ببساطة جدا بيتعمل عن طريق فتحة السرة. وكان مهم قوي إن احنا إزاي نقنع بيه المرضى إن نعمل تكميم المعدة أو تحويل المسار عن طريق فتحة واحدة، اللي هي فتحة السرة، اللي هي فتحة السرة اللي موجودة، والكيفية إن احنا نوصل لنفس حجم المعدة زي العملية الاعتيادية بعد تكميم المعدة أو تحويل المسار. فكان أفضل شيء إن احنا نقدم الحالة بصورة حقيقية على أرض الواقع زي ما احنا متعودين دايما. وقد كان احنا ما قلناش ان احنا عندنا تكميم سري الا لما فعلا عملنا عدد كبير جدا من الحالات، هي اللي عبرت عن نفسها وقالت احنا عملنا تكميم عن طريق السرة، احنا عملنا اشعاعات فيما بعد العملية وبين لنا حجم المعدة، ان التقنية دي هي بالظبط زي التكميم العادي مع الاختلاف ان احنا بنعمل فتحه من السره. عملنا طبعا عدد كبير قوي، وعملنا بيه ريسيرش وعملنا بيه ابحاث. قصدي انه عملت احصى كده كم عمليه بقيت عامل؟ عملنا عدد كبير، عدد كبير قوي. والنتائج كانت مساويه تماما من ناحيه النزول في الوزن وزيرو اعراض جانبيه عن العمليات العاديه. مفيش اي مخاوف، مفيش اي اعراض جانبيه، وهم اللي هيقولوا في التقرير دلوقتي. اسمي سميرة إيشونيسا، أنا عايشة في أستراليا، سويت عملية تكميم السرة. دكتور وليد إبراهيم قال في عملية مسارة أسهل، وقال تطلعيني ساعتين بالمستشفى تطلعي. النصيحة مني كل واحد أتى وزن كثير يعني أكثر من 80 كيلو يسوي عملية. أنا اسمي سميرة، أنا
أنا سويت عملية هون قبل 6 أشهر ووزني 86، هسا صرت 63، بس إن شاء الله أنزلت شوية الرياضة. بس أنا مبسوطة هيك، ما بدي أنزل أكثر من هيك. وعملية من صرة سويتها، ما سويت تكميم الصرة هيك كثير، يعني أنا مبسوطة بحالي كثير هيك، يعني ما محتاجة لهالشي. كم وزنك كان العملية؟ 86. وعملتي تكميم صوري؟ تكميم الصبغة من فتحة واحدة؟ من فتحة واحدة، وما ورا ساعتين طلعت من عملية، نص ساعة عملية ورا ساعتين طلعت من عملية من المستشفى. يعني وزنك دلوقتي بقى كم؟ 63. وبتاكلي كمية أكل بقى صغيرة؟ كثير صغيرة كثير، يعني أكثر شيء جبنة باكل، رز ما في، لحم ما في، يعني باكل بس كثير قليل. وفي استراليا كانوا عارفين التكميم السوري؟ لا حدش عارف. ليه هسه قريبنا مسوي عملية بس هيك يعني عادي، قبل ما أجي أنا شهرين مسوي واحدة قريبنا بس عملية عادية. بالأربع أو خمس فتحات؟ هي أربع فتحات. هي ما حدش لما بيشوف جلدك ما بيعرفش إن أنت عملية؟ لا، لو أنا ما بقولهم ما يعرفون. ما فيش فايدة. في أستراليا، احنا وصلنا لأستراليا وللست اللي كانت بتقول انه بقت 63 كيلو. الحقيقة هو انا عايز اسألك، هي قالت انه انا بساعتين خرجت، اني ما فهمتش هي العملية بتاخد كم دقيقة وامتى بيقدر المريض يمشي؟ من 30 ل45 دقيقة وقت العملية، وممكن يمشي بعد ساعتين او ممكن يمشي في نفس اليوم. يعني ما فيش داعي انه ينام تكاليف النوم في المستشفى، وما فيش داعي. ما فيش داعي، بس في طبعا في حالات ممكن تقعد 24 ساعه تحت رقابه، يعني تحت الملاحظه. طب حضرتك دكتور وليد ابراهيم، يعني لما بيجي عندك حد وخايف، انت بتطمنه بانه تقول له ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها مختلفه او تزيد من الامان؟ هو طبعا لازم يكون في اعداد كويس للمريض، ده الاعداد، ولازم تبقى الالات اللي احنا بنستخدمها على اعلى مستوى من التكنولوجي عشان تدينا اعلى مستوى من الامان. ولازم يكون، وده البديهي في التيم بتاعنا، ان دكتور التخدير على قدر كبير قوي من الخبره، لان هو يعني هو منظومه متكامله. دكتور التخدير المتمرس والخبير. طبعا. عايزه اشرح افصل كده للجمهور ايه يعني احدث الالات. يعني في دباسات مثلا قديمه كانت مؤذيه ودلوقتي بقت دباسات مختلفه. الدباسات موجوده على مستوى العالم، حصل فيها ابديت كتير. نعم. والدباسات كلها صناعه امريكيه. نعم. لان في انتشر في السوق في الفتره الاخيره، نعم، دباسات صينيه. ودي بقت منتشرة لأن سعرها أقل، وده اللي بيخلي سعر العملية لحد ما أرخص. الناس ما عندهاش الفكر إن الدباسات دي مهمة جدا، وإن الدباسات الصيني كويس لسه ما وصلتش لدرجة من الكفاءة اللي ممكن نعمل بيها عملية وتكون آمنة. عوامل الأمان مهمة جدا. شوف الصور اللي قدام حضرتك عن المرضى بتوعك، في تحول في شكل وش المرضى، يعني مش بس بتتغير جسم، كمان وشها تحس كأنها يعني صغرت 10 سنين 15 سنة. طبعا، بس زي ما قلت لحضرتك من عوامل الأمان قوي قصة الدباسات. طبعا. لأن الدباسات الصينية بدأت تنتشر في السوق المصري بصورة كبيرة جدا، عشان يبقى فيه منافسة، عشان يبقى فيه رخص في السعر. نعم. فأعتقد أن حياة أي إنسان أهم بكتير، أن احنا نعمل عملية بسعر قليل عشان الدباسات تبقى أرخص، لأن لا قدر الله لما يبقى فيه أعراض جانبية احنا بندفع كتير قوي. طبعاً كنا ندفع حياتنا. بالظبط.
دكتور يعني أشكرك جدا لأنك في الحلقة دي خصتنا بعوامل الأمان، إيه هي اللي تتعمل قبل ما نعمل جراحة سمنة، ودي من العوامل المهمة جدا. حكاية الدباسات دي ما كنتش عارفة إنها تفرق. لا دي نقطة مهمة جدا لأنها بتفرق في حياة العيان. كان معنا ومعاكم الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة وأستاذ جراحات تكميم المعدة وتحويل المسار بالمنظار، دكتورة جراحات المناظير، وطبعا عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، موضع ثقة دائما. You are one of the best، مش بس عندنا في مصر، ربما حتى في الشرق الأوسط. دكتور وليد إبراهيم، مساء الورد. مساء الورد.